الإخوة والأحباب أزرق داخل وخارج السودان، التحية لكم جميعا أينما كنتم. والمرة دي أغنيات بطعم الوطن، ويحلو الغناء عندما يكون في حضرة الوطن. وفي هذه الحلقة سنستدعي سيرة واسعة من سير أهل المغنى الذين ظل الغناء جزء من تكوينه وجزء من وجدانه، فضلا عن المشاركة السياسية للعديد من المبدعين السودانيين منذ أن غنت مهيرة، زي ما قال وردي، منذ أن غنت مهيرة تلهم الفرسان جيلا بعد جيل. وخليل الفرح برضو من الرواد الأغنية الوطنية. ولا يمكن أن نذكر هذه الأيام المجيدات وهذه الروح الوطنية الوثابة دون أن نستقبل قامة كبيرة جدا، الفنان محمد وردي، الذي ظل مشروعه هو سجل لتاريخ التطورات السياسية في السودان منذ أن عرف ضرب دروب الغناء وسكة الغناء للوطن، سواء في الاكتوبريات، سواء في الأغاني التي تمجد الاستقلال، أو الأغاني الوطنية التي تعبر عن التراث السوداني، إذا كان باللغات السودانية الأخرى، اللغة النوبية أو باللغة الوسط أو بالعامية، أو حتى أغاني الحقيب التي غناها وردي قسم بمحيك البدري. ومحجوب شريف واحد من الرموز الوطنية الكبيرة، ظل يعني كما يقول هو جميع الأغاني اتكال عليك. أي نشيد ينشد محجوب شريف لابد أن تجد فيه صورة الوطن ورؤى الوطن، حتى ولو كانت هذه الأغاني أغاني عاطفية، أحبك أنا مجنونك. الوطن دائما في باله، دائما في خلده، ودائما في تصوره. وهنا برضو محجوب يلخص الغناء للوطن، جميع الأغاني اتكالا عليك، رزازا يبلل أغاني الخليل. فكأنما خليل الفرح هو الرمز الذي استلهم منه معظم الشعراء الوطنيات، وهي من التسجيلات الجميلة الموجودة في ذاكرة السودانيين كلهم. عندما غنى وردي هذه الغنية وسجلها لتلفزيون السودان، اسمعها استمتع بها. وطننا باسمك كتبنا ورطننا. وطننا 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 باسمك كتبنا ورطننا، وطننا باسمك كتبنا ورطننا. أحبك 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 مكانك صميم الفؤاد، وباسمك أغني وباسمك أغني، تغني السواد تغني السواد، خيوط الطواد خيوط الطواد، سلامة تلاقي
أحبك ملاذ أحبك ملاذ وناسك عزاز أحبك ملاذ أحبك ملاذ وناسك عزاز أحبك حقيقة وأحبك مجال أحبك عبوس أحبك بتضحك أحبك بتضحك وأحبك عبوس بعزة جبالك ترك الشموس أحبك بتضحك أحبك بتضحك وأحبك عبوس بعزة جبالك ترك الشموس وما بين ظلالك وما بين ظلالك أفتش وكوس أفتش طفولي وملامح صباي أفتش طفولي وملامح صباي بناتك عيوني وصفاي سماي بناتك عيون صفاء سماي وهيبة رجالك بتسند قفاي أحبك بتضحك أحبك بتضحك وأحبك عبوس صاحب تملى عيني وتشرف هناي وأحبك ملاذ أحبك ملاذ وناسك عزاز أحبك حقيقة وأحبك مجاز جلالك يا طيب الجلوس مهذب أمامك يكون الكلام بحضرة جلالك بحضرة جلالك بحضرة جلالك يا طيب الجلوس مهذب أمامك يكون الكلام بحضرة جلالك بحضرة جلالك بحضرة جلالك يا طيب الجلوس مهذب أمامك يكون الكلام لأنك محنك لأنك محنك لأنك محنك
عنك عميق الدروس مجيد المهابة جديد القوام شبابك تشاب شبابك تشاب شبابك تشابك شديد الزحام شديد الزحام أراهم وراهم غبار الحياة أراهم وراهم غبار الحياة مدايد تعايد تعايد كأم العروس 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 تهلل تكلل جبين الإمام رزازا ببلل أغاني الخليل تهلل تكلل جبين الإمام رزازا ببلل أغاني الخليل وأحبك ملال أحبك ملال وناسك عزال أحبك حقيقة وأحبك مجال بخاف الطريق اللي ما يودي ليك بخاف الطريق اللي ما يودي ليك وعاف الصديق اللي ما بهم بيك وعاف الصديق اللي ما بهم بيك معاك انتظاري ولو بالكفاف معاك انتظاري ولو بالكفاف وعنك بعيد انا بيت الرحيل وعنك بعيد انا بيت الرحيل وبيك اعتزاز الصباح الجميل وبيك اعتزاز الصباح الجميل جميع الاغاني أغاني اتكال عليك جميع الأغاني اتكال عليك جميع الأغاني اتكال عليك اتكال 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 عليك اتكال عليك اتكال اتكال عليك اتكال عليك اتكال عليك هذه العظمة وهذه الروح وهذا الشموخ
والوطنية العالية رحم الله أستاذنا الكبير شاعر الشعب محجوب شريف. المعاني التي تحدث فيها محجوب في هذا العمل وطننا ليست من وحي الخيال وليست خيالات شاعر، ولكنها مواقف حقيقية يؤمن بها ويتبناها ويتمثلها. معاك انتظاري ولو بالكفاف وعنك بعيدا أبيت الرحيل، وهذه هي القيم التي ظل محجوب شريف يتمثلها ويعيشها حقيقة، وليست يعني شعرا أو من وحي الخيال. فالتقط قمم الغناء والموسيقى والألحان والشعر الوطني، الروح الوطنية الموجودة من محجوب شريف بوردي، شكلوا ثنائية كبيرة جدا من الوطنيات الخالدة التي ظلت يعني على كرم أصبحة الأيام تداول الناس منها شعبا لها بكسة وريتك. وحتى أغاني محجوب العاطفية لا تخلو من هذه الرمزيات أو اللمسة الوطنية الموجودة في أشعاره. إذا تحدثنا عن الخليل، يعني دائما محجوب بيتخذ من الخليل ريفرنس أو مرجع يذكر كثير في شعره كأحد الآباء الملهمين للوطنيات وللانتماء الوطني. لكن هناك أغاني شعبية مثلا زي بتريد اللطام التي سنتناولها، دي برضها من الأغاني التي تتحدث، إذا تحدثنا عن المهدية وهي الاستقلال الأول، أقول لك التركية الأولى والتركية الثانية. فعبد القادر إمام وتحبوبة واحد من أبطال المهدية، وكذلك أبطال الذين استشهدوا وضحوا بأنفسهم في سبيل نصرة السودان النصرة، وقاموا في شان الدين والوطن 1908، يعني بعد أن حصلت الكسرة واستقر الإنجليز الحكم بعد كرري، كانوا الإنجليز خافوا أن تظل هذه الجزوة مشتعلة، جزوة المهدية والثورة المهدية، إذا كانت في حركة المثقفين الوطنيين، إذا كانت في الجمعيات الأدبية، إذا كانت في تجمعات الأنصار. وعبد القادر إمام ثائر كان اصلا لم يؤمن بان المهدية انتهت في يوم من الايام، حتى بعد ان دان الحكم للحكم الثنائي للانجليزي المصري، وظل في حاله يعني يحاول يستدعي انصاره، يستدعي تلك الروح التي جاهد ونذر حياته من اجلها، لا سيما وهو تلميذ الشريف احمد طه، ذلك الرجل المجاهد الانصاري والصوفي الكبير. الذي حدث ان الانجليز يعني وجدوا هذه المقاومة، واعتقل عبد القادر إمام وذهب به إلى كتفية، ولكن أنصاره لم يستسلموا، دخلوا في معركة ومواجهة مباشرة مع الإنجليز. صورت هذه الأغنية، قالت ديم في الدقر، اللي ديم يعني عسكر، منها كلمة الديم والديوم، ديم في الدقر أنصاره من زربين وفي وش المكر رقدوا التقول نايمين سيفك للفجر قلام، بالحرب مطبايق قابلوا المكسين، تاني في رواية يقول لك بالحرب مطبايق قابلوا البرتين، وفي وش المكن رقدوا التقول نايمين، لأنه النهر البارية التي تحركت بالنهر لمنطقة عبد القادر إمام منطقة الحلاوين، يعني هذا تصوير لحالة الأنصار وهم يهبون يسورون على الإنجليز. أنصار من زربين، شوف هذا التعبير الجميل، يعني زرب الشيء، يعني منها كلمة زرب، إنه تزرب تعمل سور من الأجسام البشرية في حالة القتال وحالة المقاومة. وهي من الأغاني بالمناسبة الوطنية، وهناك أغنية تشبهها اللي بتمسامس بتاعت الواعي ما بوصه، وهي أغاني في نفس الروح ونفس النفس، وتحدث عن ذات القيم الوطنية، قيم المقاومة والاستبسال والرجولة السودانية والنخوة السودانية والفراسة السودانية التي تمثلت في شخصية البطل عبد القادر إمام، نسمعها ونستمتع بها. مست الكتات السام هزيت البلد من اليم اللي شام سيفك في فرق الله مست الكتات السام
سجدوا تكون نايمين سيفك في قرق الظلام بدرين صاروا زاربينو في عهد القباب عيسى تهمينو سيفك سلام في قرق الله اللم العمد وين اللم العمد ليهم نقر سن وو اللم العمد ليهم نقر سنو الهوج والشريك طار المنام من سيفك في قرق الله سؤال شنو يعني هذا ما معنى هذا الكلام يعني حقيقة الإنجليز كجزء من الحرب النفسية ضد عبد القادر وأنصاره قالوا أن هذا الرجل ليس سائر وليس وطني وليس فارس يحاول أن يحيي روح ونار المهدية
لكنه ادعى انه هو المسيح عيسى. كويس، فهذه محاوله برضه لتشكيك الناس حول يعني نوايا عبد القادر في الهبه والثوره ضد الانجليز، فاطلقوا عليه مثل هذه الاتهامات، انه ادعى انه النبي المهدي المنتظر، وادعى انه عيسى، ادعى انه الدجال. فشقيقته اللي هي ناظمه هذه الاغنيه رقية امام من خلال هذا العمل تحاول ان تنفي هذه الشبهات التي احاطت بعبد القادر امام، وانه فارس اراد ان يكون الدين منصور، لانه هذه كانت كلمه السر لعبد القادر واتباعه واصحابه من الانصار، الدين منصور الدين منصور، حتى هجموا على الأورطه وحصلت المعركه، وبعدها جاء الانجليز بمدد اضافي واعتقل عبد القادر امام واستشهد الحقيقه في كتفيه في 1908، فصار بطلا يعني بطل شعبي. نحن نتكلم عن ابطال سياسيين وابطال شعبيين، في ابطال عندهم ادوار سياسيه، وفي ابطال يعني زي عبد القادر وتحبوه في علوم الدراما وعلوم الفنون يسمى البطل الشعبي. بعد الفاصل اغنيات اخرى بطعم الوطن واحلى ان شاء الله. ما زلنا في تذكر تلك الأيام الخالدات والحديث عن الوطن والغناء للوطن، والحقيقة بعض الشعراء زي تيسير حسن تجاوزت رؤيته للوطن تلك الحدود القطرية، فهو يتحدث عن وطن للحرية، وطن للشعوب ولحركات التحرر العربية والإفريقية. وقد يقول قائل سألني في السائل ما علاقة هذه الأغنية بالاستقلال وبالحركة الوطنية؟ الحقيقة العلاقة أنها تحية مؤتمر باندونغ والذي تم في 1955 قبل أن ينال السودان استقلاله، أو قبل أن يعلن استقلال البرلمان نفسه من داخل البرلمان. ذهب الأزهري وصحبه إلى المؤتمر باندونغ الذي ضم دول عدم الانحياز، ووقتها لم يكن للسودان علم ولم يكن قد نال استقلاله واعترف به كدولة، فالتقى برموز سوكارنو والتقى الأزهري بنهرو وكل قادة التحرر الوطني الإفريقي والآسيوي في ذلك المكان، وبعض النقاد والباحثين والمؤرخين للحركة الوطنية السودانية الحديثة يعتقدوا أن فكرة الاستقلال نفسها انقدحت في ذهن الأزهري من ذلك المشهد وذلك الموقف الذي وجد أن ليس للسودان علم أو لواء أو راية موجودة من ضمن رايات الدول التي حضرت هذا الحشد الوطني الكبير. ثم أن تيسير الحسن نفسه كشاعر وطني بعث بتحية من أرض السودان لكل رموز التحرر الوطني على مستوى العالمين العربي والإفريقي والآسيا، يعني نتحدث عن سوكارن، نتحدث عن جومو كينياتا، يتحدث عن غاندي، صوت غاندي وصدى الهند العميقة، صوت طاغور المغني بجناحين من الشعر على روضة فنه، شاعر رابندرانات طاغور. وفي ناس برضو بيتكلموا العلاقة الوثيقة بين مؤتمر الخريجين الذي تأسس في نهاية منتصف الثلاثينيات في واد مدني ومؤتمر الوطني في الهند برئاسة المهاتما غاندي ومحمد علي جناح ومولانا عبد العزيز عزات، ده كانوا ثلاثة يمثلون رؤوس المؤتمر الهندي. وحتى فكرة المؤتمر التي جاء بها الأستاذ أحمد خير ربما بإلهام من المؤتمر الهندي، فهذه علاقات متشابكة يمكن برضو تدي إضاءة عن موقف السودان بين يدي الاستقلال في المشهدين العربي والأفريقي والآسيوي، وأبدع فيها كابلي وصورها بصورة جميلة جدا جدا نسمع ونستمتع بها.
قديمة عندما أعزف يا قلبي الأناشيد القديمة ويطل الفجر في قلبي على أجنح غيمة سأغني 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 آخر المقطع للأرض الحميمة للظلال الزرق في غاباتك يا والملايو لرفاقي في البلاد الأسيوية للملايو وليباندونج الفتية لليالي الفرح الخضراء في الصين الجديدة لليالي الفرح الخضراء في الصين الجديدة والتي أعزف في قلبي لها ألف قصيدة يا صحابي صانع المجد لشعبي يا صحابي صانع المجد لشعبي يا صحابي صانع المجد لشعبي يا شموعا ضوءها الأخضر قلبي يا صحابي وعلى وهران يمشي أصدقائي وعلى وهران يمشي أصدقائي والقنال الحر يجري في دمائي وأنا في قلبي إفريقيا فدائي وأنا في قلبي إفريقيا وعلى باندونغ تمتد سمائي وعلى سمائي يا صحابي يا صحابي يا قلوبا مفعمات بالصفاء يا جباها شامخات كالضياء عند حلفا عند خط الاستواء عند حلفا عند خط الاستواء لست أدري يا صحابي فأنا ما زرت يوما إندونيسيا أرض سوكار نويلة شاهدت روسيا غير أني والسنة في أرض إفريقيا الجديدة والدجى والدجى يشرب من ضوء البعيدة
الناس في قلب الملايو قد رأيت الناس في قلب الملايو مثل ما شاهدت يومه قد شاهدت يومه مثل ما امتد كضوء الفجر يوم مصر يا أخت بلادي يا شقيقة مصر يا أخت بلادي يا شقيقة يا رياضا عذبة النبع وريقة يا رياضا عذبة النبع وريقة يا حقيقة مصر يا أم جمال أم صابر مصر يا أم جمال أم صابر ملء روحي أنت يا أخت بلادي ملء روحي أنت يا أخت بلادي سوف نجتهد من الوال عادي سوف نجتهد من الوال عادي فلقد مدت لنا الأيدي الصديقة بلغت مدت لنا الأيدي الصديقة وجه غاندي وصد الهند العميقة صوت طاغور المغني المغني صوت طاغور المغني بجناحين من الشعر على روضة الفن بجناحين من الشعر على روضة الفن يا دمشق يا دمشق يا دمشق يا دمشق كلنا الفجر والآمال شرق أنت يا غابات كينيا يا زاهر أنت يا غابات كينيا يا زاهر يا نجوما سمقت مثل المنائر يا جزائر يختلط القوس الموشى من كل دار كل ممشى يختلط القوس الموشى من كل دار كل ممشى نتلاقى نتلاقى كالرياح الآسيوية كأناشيد الجيوش المغربية وأغني لرفاقي في البلاد الآسيوية للملايو ولبانغدونغ الفتية
يا رفاقي وأنا ما زرت يوما أندونيسيا ولا شاهدت روسيا. الشاهد أن تيسير الحسن عندما كتب هذا النص لم يكن قد ذهب إلى روسيا ليتلقى الدراسات العليا في الأدب المقارن، فكأنما هذه نبوءة. لاحقا تيسير الحسن ذهب إلى روسيا ودرس الأدب المقارن ضمن قلة من الأكاديمية السودانيين تعرفوا على هذا التخصص النادر. تكلمنا عن دكتور علي عبد الله عباس أستاذ الأدب الأفريقي في جامعة الخرطوم، تكلمنا عن دكتور خانجي ودكتور الشاعر الكبير محمد عبد الحي، فده تخصص نادر يعني دراسات المقارنة الأدبية المقارنة بين لغات مختلفة، وأيضا الأديان المقارنة دراسة الأديان المقارنة. يمكن أنا فيما أعرف اثنين بس درسوا هذا التخصص، دكتور قيصر موسى الزين دكتور إبراهيم محمد زين، أنه تخصص نادر وصعب دراسة صعبة جدا. الشاهد أن هذه الأغنية هي بانوراما لحركات التحرر الوطني لتلك الروح التي سادت في ستينيات القرن الماضي وفي أوائل الخمسينات، يعني يمكن نتكلم عن منذ يوليو 52 جمال عبد الناصر بدأت هذه الأشواق تتحرك على مستوى المحيط العربي والإفريقي، ويعني كان مقدر للزعيم الخالد جمال عبد الناصر أن يكون قائدا أمميا لكل تلك المنطقة، ولكن بيقولوا إن الظهور قصيرة الأعمار. بلدنا نعلي شانة دي الأغنية الثانية برضه، إذا تكلمنا قبل عن أغنية من صميم الموروث تحدث عن عبد الجبار حبوب اللي هي ترضى اللي هذه الاغنيه برضها من اغاني التمتم او اغاني البنات، لحنها يعني مقتبس وماخوذ ومستلهم، يعني الموصل عمل عليه معالجات لاغنيه الجمعه اللي كان معانا ناس الليله ما جانا، فعمل عليها بلدنا نعلي شانه يا ناس، يعني استبدل المضمون بتاع اغاني البنات المضمون العاطفي الى مضامين وطنية، يعني غير زي ما بيقولوا ناس الكمبيوتر في الفورمات بتاعت المحتوى، ودي طبعا ما جديدة بالنسبة لمعالجة ايقاعات والحان بكلام، يمكن بتاع بنات خدت فيه مضامين وطنية، عملها يمكن زنجار في فترة الحقيبة لما ظهرت اغاني التمتوم وانتشرت ناس فاطمة خميس وكده، تلك الفترة عمل غنية سوداني جوا وجداني بريده، وهي أيضا مأخوذة من لحن لأغنية تمتم من أغاني البنات، لكن عمل فيها الكلام عبد القادر تلودي وصارت أغنية وطنية. سلام يعني فيها كلام جميل، يقول لك الطل بلاني والاسم سلاني، يعني فعلا أنت عندما تحب إنسان تلهج باسمه والاسم تردده يصير سلوى بالنسبة لك وعزاء من المحبة، يعني الطل بلاني والاسم سلاني. فأغنية سوداني برضه من أغاني جميلة جدا، يعني كأنما هي الموصلة عمل إعادة استلهام للموروث زي ما عمل هناك زنجار، فرغ المضامين الوطنية وأدخل فيها مضامين أخرى. موصلة هنا برضه شعر الغنية بتاعت البنات دي الجمعة اللي كان معانا ودخل فيها بلدنا نعلي شان، التحية له وللأستاذ عبد الوهاب هلاوي، اسمع استمتع بها.
فجري يا خانع خانع بيصنع في المخانع يا ناس فجري يا خانع خانع بيصنع في المخانع يا حرسين حمانا حمانا عزة وأمانة يا ناس الحرسين حمانا حمانا عزة وأمانة يا ناس الحرسين حمانا الحرسين حمانا نحلك يا قضية قضية بدون صوت بندقية يا ناس نحلك يا قضية قضية بدون صوت بندقية ريتو يسيل عرقنا بدل ما تسيل دمانا. العرق هو الانتاج والتنمية والاستقرار وتطور ونهضة السودان، والدماء هي العنف والاحتراب والتمزق. فمعاني جميلة يعني هلاوي استطاع أن يضع في هذا القالب منظومة من الجماليات ومن القيم ومن الأفكار والرؤى الوطنية الصادقة. تحية له في هذه الأيام ولكل المبدعين السودانيين الذين تغنوا بالوطن وانتموا له ترابا وإنسانا وبيتانا. بعد الفاصل أغنيات أخرى أحلى بطعم الوطن. الحقيقة الغنى للوطن والأغاني الموجودة بطعم الوطن ليست وقفا على جيل معين ولا على يعني
تصنيف معين ولا على رؤية سياسية معينة، لكن الجميع يشارك ويعبر عن الوطن بتصوره بروحه برؤيته الأشياء. كمان ما مقتصرة على جيل الستينات مثلا أو الجيل الذي عاصر الحركة الوطنية، لكن موجودة هذه الخاصية وممتدة في الأجيال نفسها. وهذا ما عبر عنه طارق اللمين في أغنية بلد هيلنا، وهذه الأغنية تتحدث عن الوطن من منظور ثقافي فني حقيقة وليس بالبعد السياسي. فهذا وطن فيه تنوع في الثقافات، فيه كيكي، فيه الربابة، فيه الأغاني بتاعت الأغاني السودانية، فيه المدايح، فيه الحكايات بتاعت الحبوبات. الوطن بالبرسبكتيف أو بالرؤية الثقافية للسودان بتنوعه بعاداته بتقاليده بمعتقداته كلها جمعت، يعني جمعت زي ما نقول فرجانين في بخصة واحدة في كورة واحدة، ف لتعطي هذا التنوع وهذه النكهة الحلوة وهذه الفسيفساء السودانية التي تعكس جماليات الحياة في السودان من ناحية القيم، من ناحية الموروثات، حتى من ناحية الحرف والمهن الموجودة في الإيد. يعني ده كلها صناعة سودانية، يقول لك ده الطاقية دي منسج يد سودانية. فنحن مرات عندنا تصور برضو إنه الأغاني الوطنية لابد أن تكون أغاني مباشرة، معنى أنها فيها سياسة، فيها حديث عن رموز شخصيات سياسية أو فترات سياسية، ولكن هذا ليس صحيح. أنا في التصور الخاص أن كل المزاج النغمي السوداني هو تعبير عن الشخصية السودانية، وهي أغاني وطنية. حتى الأغاني العاطفية رغم ما تحمل الملامح والخصائص والسمات الخماسية النغمية السودانية، هذا غنى سوداني لأنه تتعرف به برا في العالم. الموسيقى الهندية عندما تعزف ويغنى أي قال غنى فتعرف أنها، فهذه الخصائص طالما هي موجودة في أثر فني هذا هو السودان. ليس بالضرورة أن تتحدث تكون أناشيد وتكون فيها يعني هتاف سياسي، لكن مجرد وجود الملمح السوداني الوطني في إيقاع، في نغم، في أسلوب، في فيتشر بتاعت مزيكا معينة، هذا هو السودان. عشان كده هذه الأغنية لطارق الأمين ونانسي هنسمعها استمتع بها.
الحديث ونحن في خواتيم هذه المختارات من الأغاني الوطنية في هذه الذكرى المجيدة نتحدث برضو عن خليل فرح الذي بدأنا به الكلام، لكن كان بمناسبة كلام محجوب شريف عنه في أغنية وطننا اللي باسمك كتبنا ورطننا، قال رزازا بيبلي الأغاني الخليل. نحن حنختم بالشرف البازخ، لكن نلخص كلامنا ونقول أنه في فرق كبير جدا بين الأغنية السياسية والأغنية الوطنية. الأغنية السياسية التي تؤرخ لمرحلة سياسية معينة، الاكتوبريات أغاني ترد في إشارة لأسماء ورموز سياسية بعينها، لكن الأغنية الوطنية أشمل، لأنه زي ما قال فرانسيس دينك في دينكا سونغز، قال إذا أحد الدينكا تحدث عن تورو ورحلة هذا السور هذا وطنه، لأنه دي سبل كسب عيشه ودي معيشته. إذا في مزارع الخدير ماني حي كان نقد الطير، دي أغاني دق العيش في الجزيرة، هذه أغنية وطنية تتحدث عن وسيلة من وسائل سبل كسب العيش. حب القديم أغنية عاطفية، ما عشقتك لجمالك مبارك المغربي أنت آية من الجمال، وأحبه لأنه فيه ملامح سودانية، فيه من نخيل البردي وفيه من رهيد البردي وفيه الباوقة، هذه الملامح الجمالية تلخصت في شخصية هذه المحبوبة فصارت صورة للسودان، صورة عاطفية. كذلك عز في هواك تجسدت فيها من جنان شنبات حبال وفيها توتي وفيها السودان، جمعت في ملامح السودان فأوعت فصارت رمز وأيقونة. شرف البازخ برضها من الأغاني التي تحدث عن السودان والسودانيين والنخوة السودانية، وفيها برضها الروح. دائما خلي فرح يستدعي تلك الجزوة الموجودة في المهدية، يعني كده السلام يا المهدي اللي الآن بترد، يريد أن تظل هذه الجزوة مشتعلة ولا تنكسر بعد كده، لأنه هو عاش سودان الحكم الثنائي الإنجليزي المصري وشارك في جمعية الاتحاد السرية وكان جزء من الحركة الوطنية السودانية. لكن هنا بس إشارة لحاجة كانت رمز للسودان، نحن مطارد العنز الفاردة اللي هو وحيد القرد الكركدن الأبيض، كان عكير قال يعني عمر العوض قال سبحانك رب العزة حنانك يغمر سودان الخرتيت، اللي كان الشعار الأول قبل أن يستبدل بصقر الجديان. فهنا العنز الفاردة دي وحيد القرد حيوان قوي، وخاصة إذا بقى بعيد من مفروض من جناو يكون شرس جدا في الدفاع عنه. هناك بابكر قال حنيت حنين الفرود، الناقة لما يفردوها من جناها صوتها بكون فيه شجن وبتناديه بصوت حنين جدا. فهنا العنز الفاردة دي لما يفردوها من جناها بتبقى شرسة جدا. احنا نطارد العنز الفاردة دي ما يقدر يطاردها إلا فارس زول بتاع قنيص طراد زراف ودواس فيل. كل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير، أرجو أن يعيد الله علينا هذه الأيام الطيبات المباركات بأمجاد أحلى وبتنمية وبنهضة لهذا السودان الوطن العظيم أرضا وإنسانا وحضارة. أترككم في أمان الله، والتحية أيضا للمستمعين على البي ان اف ام مصعب الصاوي، أترككم في أمان الله.
يقوم كفاك يا ناي شوف وشوف هداك ضاري